أهلا بيكم، حلقة جديدة من استوديو الصحافة. نقرأ ونتابع المشهد السياسي المصري من خلال الصحافة المصرية الصادرة غدا الأحد 12 أغسطس 2012. وإحنا بنختم حلقة امبارح قلنا إن شاء الله مصر أفضل، غدا أفضل، حياة أفضل، يوم جديد فيه أخبار جيدة. لكن للأسف النهاردة كان يوم من أيام المذابح الجديدة للصحافة والإعلام المصري الذي بدأته جماعة الإخوان المسلمين قبل عدة أيام بإنهاء خدمة 50 رئيس تحرير دفعة واحدة وتعيين وزير إعلام من جماعة الإخوان المسلمين وإيقاف إرسال إحدى القنوات الفضائية والتهديد بإيقاف قنوات أخرى. النهاردة حصل ما لم يحدث في مصر من سنوات طويلة جدا للصحافة، وهو مصادرة صحيفة مصرية وهي جريدة الدستور. الأحداث كما رواها لي الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور أحداث مخزية حقا، فقد ذهب رجال الرقابة ومعهم رجال الأمن إلى جريدة الجمهورية لمصادرة الزنكات الخاصة بجريدة الدستور فجرا قبل أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرة جريدة الدستور. القرار صدر في 3:30 مساء، ولكن كانت محاولة مداهمة جريدة الجمهورية والاستيلاء على زنكات جريدة الدستور قبل ذلك بساعات طويلة جدا. تعالوا نشوف مذبحة جريدة الدستور، ما هي تفاصيلها ولماذا كانت هذه المذبحة الجديدة للصحافة. لو جينا نبص على جريدة الدستور في صدر عددها الصادر غدا الأحد بتقول جماعة الإخوان تحاول مصادرة جريدة الدستور وتهاجم المطبعة فجر أمس. مهاجمة المطابع عن طريق مجموعة من لواءات وضباط الشرطة من الأمن العام بقيادة مساعد وزير الداخلية لمصادرة والاستيلاء على زنكات الجريدة، والمطبعة تتصدى لهم وترفض تسليمها. تهديدات الجماعة بتصفية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وإرهاب محرري الدستور لن ترهب أحدا. محرر الدستور: الأبطال يرفضون الإرهاب الفكري للجماعة ويتصدون لهم. الجماعة تمارس إرهابا فكريا غير مسبوق وتهديدا صريحا للإعلاميين والصحفيين والمفكرين والمبدعين. الجريدة مهددة بالإغلاق في أي لحظة والقرار جاهز. مقالات رضا إدوارد ضد سياسة مبارك قبل الثورة كانت إنذارا له، لكنه لم يتعظ، فهل تتعظ الجماعة؟ الجريدة تعيد نشر منشتات الصفحة الأولى عدد أمس السبت والتي اعترضت عليها الأجهزة الأمنية. قالت الدستور يوم السبت عشان كده حاولوا انهم يصدروها قبل ان تنزل الى الاسواق، بل ويطارد رجال الاخوان المسلمين باعت الصحف لمصادرة ما خرج من اعداد الدستور. جريدة الدستور خرجت بتقول انقاذ مصر من الهلاك والدمار لن يأتي الا باتحاد الجيش والشعب. بعد ايام قليلة من الآن لا تتجاوز 60 يوما سوف يتم الانتهاء من الدستور الإخوانجي الجديد، والنتيجة طبعا محسومة باكتساح الدستور الإخواني للبلاد إيزانا وإعلانا صريحا بدولة الإمارة الإخوانية. سوف تشهد مصر بعد أيام معدودة ولمدة 10 سنين القادمة أسوأ أيام في تاريخها السياسي والنضالي وانهيار كرامة المواطنين
الوطنية وانهيار كرامة المواطن أمام أسرته وأولاده واغتصاب حقوق الأفراد الملكية، قتل وسفك دماء، قطع ألسنة الإعلام وتكميم الأفواه، إعلان الفاشية وانهيار الديمقراطية، الخوف والذعر للأسر المصرية وانتشار الجريمة بجميع أشكالها على أبشع ما يمكن تصوره. كل ما سبق وقالته الدستور في هذه العناوين يدور على ألسنة الناس فيما بين بعضهم البعض كمخاوف بعد أن أسفر وجه الإخوان وممارساته عن أشياء لم يعتادها المصريين من قبل ولم يكونوا يتصورون أنها تحدث في بلادهم. بتكمل الدستور وبتقول في عناوينها اللي حولت جماعة الإخوان مصادرتها: بعد إقرار الدستور الجديد سوف تنتقل السلطة التشريعية ويعود مجلس الشعب إلى الجماعة مرة أخرى، وبطبيعة الحال سوف يسقط الحق التشريعي للمؤسسة العسكرية الذي تملكه الآن. حينئذ سوف يتم الإطاحة بكبار قيادات القوات المسلحة الحالية التي تحمي الشرعية الدستورية للدولة المدنية لعدم تغيير هويتها إلى إمارة إخوانية. والسؤال المطروح والمهم: ماذا بعد الإطاحة بكبار قيادات القوات المسلحة الحالية؟ هل ستكون قيادات القوات المسلحة الجديدة من جماعة الإخوان أم لا؟ فإذا جاءت القيادات إخوانية فلن يستطيع أي فرد أو مجموعة في المجتمع حق التعبير عن الرأي أو التظاهر السلمي أو بأي طريقة تخالف شرائع الإمارة الإخوانية. وإذا حدث هذا لا قدر الله فسوف تكون المذابح والقتل في الشوارع علنا على مرأى ومسمع من الجميع، حتى يخضع المجتمع بأكمله لأحكام الجماعة وشرائعها ويتفادى الصدام معها. هذه هي الصورة الحقيقية والصادقة والأمينة التي سوف يراها المجتمع في غضون أيام قليلة من الآن. وبتتوقف الدستور بعد أن شرحت تفاصيل الموقف المتوقع، الموقف الذي يخشاه كل المصريين في حالة استمرار الإخوان في تنفيذ أجندتهم ومخططهم، وتقول: إنقاذ مصر من الهلاك القادم لن يكون إلا باتحاد الجيش والشعب وتكوين جبهة إنقاذ وطنية من القيادات السياسية والجيش، إعلانا لدولة مدنية صريحة بحماية عسكرية مطابقة تماما للنظام التركي. إن لم يحدث هذا خلال الأيام القليلة القادمة سوف تسقط مصر وتنهار، وسوف نندم على الأيام القليلة المتبقية قبل إعلان الدستور الجديد، خروج الشعب في التظاهر السلمي أمر حتمي وواجب وطني حتى يستجيب الجيش ويعلن تأييده للشعب تمهيدا وإعلانا بالساعة صفر: مصر في حماية الله. كل ما قيل في هذه العناوين يتردد على ألسنة الناس ومخاوفهم تزداد ساعة بعد ساعة. وقبل أن نخرج على الهواء بدقائق، كان هناك خبر عاجل على التلفزيون المصري يقول: إطلاق النار على كمين بوسط سيناء دون إصابات، وقوات الشرطة والجيش تطارد الذين أطلقوا الرصاص. مصر بتخوض حرب في سيناء، حرب حقيقية، وكأننا نحرر سيناء من أعداء تسللوا إلينا في هدوء وبهدوء وعبر الأنفاق وبسماح من من سهلوا لهم الدخول وتهاونوا معهم.
إلى أين تسير مصر؟ هذا هو السؤال الذي يشغل الجميع. بنكمل ما جاء في جريدة الدستور، في خبر كده بسيط جه على استحياء في بعض المواقع بيقول إصابة أحد حراس الرئيس في ساقه ومرسي يؤجل زيارته للجيش التالت. الخبر قال إن أحد الحراس هو نازل من العربية خرجت رصاصة من مسدسه، كأنه مسدسه ده حاجة يعني مفككة ممكن تخرج منها رصاصة، كأنه وقع منه كوين من جيبه يعني، لا ده رصاصة شد أجزاء وحاجات كتير قوي. الواقع بيشير إلى أن هناك ما هو أخطر من خروج رصاصة بالصدفة في أحد الحراس، ولذلك تم تأجيل زيارة الرئيس مرسي للجيش السادس. صباحي مرسي ينفذ أوامر الإخوان من داخل القصر الجمهوري وجماعته تستأثر بالسلطة. ده حمدين صباحي المرشح الرئاسي واللي حصد الكثير من الأصوات، بيرفض تماما التعاون مع الإخوان وبيرفض إن هو يكون أحد نواب الرئيس مرسي، وبيقول لن أعمل تحت سيطرة الإخوان، وبيؤكد إن مرسي كل دوره في القصر الجمهوري أنه ينفذ أوامر جماعة الإخوان المسلمين. حكومة رئيس الوزراء هشام أنديل بتتبع أسلوب الوطن المنحل في توجيه اللوم للشعب بعد فشلها في برنامج الميت يوم. خرج امبارح رئيس الوزراء هشام أنديل بوجه اللوم للشعب المصري انهم ما بيوفروش في الطاقة، وكانت نصيحته للمصريين انهم يحاولوا على قد ما يقدروا يلبسوا ملابس قطنية ويتجمعوا في غرفة واحدة ترشيدا للطاقة. دي نصايح هشام أنديل للحفاظ على الطاقة، وبيقول ان غزة بتاخد قدر ضئيل جدا من الطاقة الكهربية في مصر، 1 إلى 1200 من الطاقة الموجودة في مصر، وكأن الواحد ده نحن في غنى عنه ولا يحتاجه المواطنين المصريين اللي بيشكوا ليل نهار من انقطاع التيار الكهربائي. ووصلت ان كثير من المدن والقرى والمحافظات خرجت تقطع الطريق بعد أن غاب التيار الكهربائي عنها لفترات طويلة. مصادر إسرائيلية بتقول سيناء تستخدم كمرمى تجريبي للصواريخ الفلسطينية. ده على ذمة وكالة رويترز بتقول عن مصادر إسرائيلية أنها تمتلك أدلة تشير إلى أن منطقة شمال سيناء تستخدم كمرمى للصواريخ التي يجري العمل على تطويرها في قطاع غزة بهدف زيادة مداها ودقتها. والمصادر الإسرائيلية إن بتقول أنه فور اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 بدأت الرادارات الإسرائيلية تلتقط بثا غير عادي من قطاع غزة، وبدلا من إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية تم تشخيص إطلاق الصواريخ باتجاه مناطق غير مأهولة في سيناء. بنكمل وبنشوف الدستور بتكمل وبتقول صفحة 4 إهانة الرئيس بوابة جديدة لتصفية الخصوم وإرهاب المعارضين. عفة السادات، ما يحدث الآن ليس إعمالا لدولة القانون ولكن ترسيخ للبلطجة السياسية. أستاذ محمد السيد، سيفرض علينا بعد ذلك عدم التحدث في السياسة أو القضايا العامة. وبيتكمل الدستور بتقول على لسان إعلاميون أستاذ صلاح عيسى وجلال عارف وجمال الغيطاني، بيقولوا وسائل الإعلام والصحفيون تحت رحمة ميليشيات الإخوان والقادم أسود، والعاملون بالفراعين يتقدمون ببلاغ للنائب العام لوقف التحقيق مع عكاشة.
وردود أفعال كتير قوي على لقاء القيادي الإخواني مهدي عاكف في أحد البرامج التلفزيونية. قيادي إخواني سابق بيكذب مهدي عاكف ويقول الإخوان لم يشاركوا في الثورة، والنائب البرلماني محمد أبو حامد بيوجه لمهدي عاكف رسالة وبيقول له لا تشرفنا أن تكون مصر إخوانية وسنسقط الجماعة في 24 أغسطس. كتير قوي من الحركات الثورية الليبرالية تدعو إلى ثورة جديدة يوم 24 أغسطس، ومكتب الإرشاد طلع بتصريح قبل دقائق قليلة بيقول سنرد بقسوة ضد أي اعتداء علينا يوم 24 أغسطس، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على مقراتنا سيندم. ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين تخشى حقيقة مما سيحدث في 24 أغسطس، و24 أغسطس قادم بعد أيام قليلة. بتكمل الدستور وبتقول قانونيين جماعة الإخوان تحرض مرسي للخروج على الشرعية. دعوات إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هدفها انفراد الجماعة بحكم مصر وتأسيس الإمارة الإخوانية. محمد حامد الجمل: مرسي يمتلك صلاحيات هائلة ولكن للإخوان مآرب أخرى. رجائي عطية: الرئيس مطالب بحل مشكلات المواطنين المزمنة بدلا من اللهف وراء المزايدات المطالبة بإلغاء الدستوري المكمل. وأستاذة تهاني الجبالي بتقول الأمن القومي يفرض توزيع السلطات على مؤسسات الدولة ومرسي يملك الكثير من الصلاحيات. وبتتناول جريدة الدستور أيضا ما يحدث في دهشور وبتقول هدوء حذر في دهشور بعد عودة الأقباط إلى القرية. وبتقول تفاصيل الخبر إن الهدوء النسبي عاد لقرية دهشور عقب الأحداث اللي راح ضحيتها الشاب معاذ، وإن في حالة هدوء ولكنه هدوء حذر. نتمنى أن يستمر الهدوء ولا نفاجأ بأحداث طائفية جديدة تتخذ سببا واهيا. اللواء حسين كمال مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الأسبق بيتكلم عن ملابسات ما جرى مع عمر سليمان نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات الراحل. وبيقول اللواء حسين كمال ترشح عمر سليمان للرئاسة بسبب الضغوط الشعبية ولم يكن لإبعاد الشاطر وأبو إسماعيل. رئيس المخابرات الأسبق لم يكن له أصدقاء وسنرى مفاجآت عن حياته قريبا. جهات داخلية معروفة كانت تسعى لاغتيال عمر سليمان، وجمال مبارك لم يجرؤ على التفكير في اغتيال عمر سليمان، وما قيل عن هذا الأمر شائعة كاذبة. وفي الحقيقة حياة عمر سليمان ورحيله وما جرى في الساعات الأخيرة مليء بالكثير من الغموض، مليء بالكثير من الأحداث الذي ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة. إذا ابتعدنا قليلا عن ما تتعرض له الصحافة من مذبحة وما تعرضت له جريدة الدستور اليوم، ونظرنا إلى ما اهتمت به الصحافة المصرية الصادرة غدا الأحد، هنبص نلاقي الأهرام في صفحتها الأولى بتقول 75 تشكيلا من الأمن المركزي لمداهمة المناطق الجبلية بسيناء، تكثيف الإجراءات الأمنية في محافظات القناة ودعم نقاط التفتيش، لجنة من سلاح المهندسين وحرس الحدود والمخابرات للاتفاق على آلية لتدمير الأنفاق.
وفي الحقيقة وجود الأنفاق في حد ذاته هو استمرار للخطر على سيناء، وليس سيناء فقط ولكن على مصر أيضا. الأنفاق هي مجرد أشياء مريبة تحدث في داخل سيناء وأطراف مجهولة لا نعرفها، تسعى لدخول مصر بأشياء ممنوعة سواء كانت سلاح أو مخدرات أو خارجين على القانون، واستغلال سيء لغفلة الأمن ولوجود التيار الإسلامي على سدة الحكم في مصر. وتدمير هذه الأنفاق وإغلاقها تماما سيمنع الكثير من الشر والشرور على مصر. وإذا كنا نريد أن نقتص حقا لدماء شهداء سيناء الذين سقطوا قبل أيام، 16 من جنود مصر الأبرار الذين راحوا ضحية عملية غادرة، إذا كنا نريد أن نقتص لهم حقا ونريد ألا يقع ضحايا جدد، فعلينا أن نتنبه للخطر الداهم الموجود في سيناء. بتقول الأهرام وبتبشرنا ونتمنى أن يكون هذا صدق، تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء بدءا من الأربعاء، يعني لسه قدامنا 3 أيام كمان، والتأسيسية بتحسم وضع القضاء العسكري اليوم، وانقسام حول مدة الرئيس وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور. وخبر آخر بيقول الرئيس يكلف المحافظين بسرعة تحقيق مطالب المواطنين، توفير الأمن وفرص العمل والوقود ورغيف الخبز وحل مشكلات الكهرباء. وأيضا من الصفحة الأولى في الأهرام في خبر رياضي، العالم يودع الأولمبياد والمكسيك بطل الكرة. أصبحت عقدة لدى البرازيل أن الميدالية الذهبية الأولمبية تغيب عن راقص السامبا في كرة القدم لعقود طويلة، ولا يعرفون حتى الآن كيف يفكون شفرة الذهبية الأولمبية في كرة القدم. انتهت اليوم القمة المصرية القطرية، والأهرام بتقول صفحة 3 في قمة مصرية قطرية عفوا، مرسي وحمد بن خليفة يبحثان القضايا العربية ودعم التعاون بين البلدين، أمير قطر يؤكد حرص بلاده على نجاح التجربة الديمقراطية في مصر. وفي حاجة استفزتني وهم بيعلنوا عن نهاية القمة المصرية القطرية، اللي استفزني اني في الخبر الرئيسي في نشرات الأخبار المصرية ان قطر تودع 2 مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري. قطر تودع 2 مليار دولار. مش عاوز اقول يعني جه اليوم ان احنا ناخد من قطر فلوس عشان نسد بيها عجز الموازنة او نلبي احتياجاتنا. قطر دي يا جماعة يعني عدد سكانها اقل من عدد سكان، مش هقول شبرا، لا اقل من عدد سكان الهرم، ما يتجاوزوش 1,000,000. قطر جاءت قوتها من اشياء كثيرة نعلمها واشياء اكثر لا نعلمها، تخابر وجاسوسية وعين الغرب وحاجات كتير قوي نعرفها وحاجات اكتر ما نعرفهاش. وجود الشيخ خليفة بن حمد النهاردة في مصر والإعلان عن إيداع وديعة، طب إيه المقابل؟ إيه اللي عاوزها قطر من مصر؟ مفيش حد بيدفع فلوس لوجه الله. نتمنى إن احنا نكون حذرين تماما في أي تعاون مع أي دولة بتحاول
إنها تفرض على مصر والمصريين ما لا يرضاه مصر والمصريين لمصرهم، مصرهم الحضارية، مصرهم المدنية، مصرهم القوية بهم إلى أبد الآبدين إن شاء الله. بتكمل الأهرام صفحة 3 وبتقول لاستعادة الأموال المجمدة، المعارضة البريطانية تطالب المصريين بالمعلومات لتصعيد الضغط على الحكومة. واعتقد ان احنا لو دورنا كويس قوي على الفلوس المصرية اللي خرجت وحاولنا استعادتها مش هنحتاج لاتنين مليار وديعة من قطر، او نحتاج قروض جديدة، او نحتاج حاجات كتير قوي. مصر اغنى دول العالم، بتتعرض لنهب عبر الاف السنين ولازال الاقتصاد المصري بخير حتى الان. بتكمل الاهرام وبتقول مصير 16,000 عجل استرالي بالسخنة اليوم. بيقولوا ان العجول اللي موجودة في مصر فيها سرطان. عفوا. ونتمنى ان تكون صحة المصريين على رأس اولويات الحكومة، ونتمنى ان احنا ما ناكلش لحمة، بس ما ناكلش لحمة مسرطنة او تسبب للمصريين سرطان. بنكمل جريدة الجمهورية بتقول مرسي يوافق على اسقاط ديون صغار المتعثرين للبنك المركزي، 41,000 مزارع يستفيدون من الغاء 109 ملايين جنيه، دعوة ضد مرسي وقنديل وعمرو لتعديل اتفاقية كام ديفيد، والرئيس يبحث تطورات سيناء مع عنان. وفي ذيل الصفحة الأولى من الجمهورية بعد عكاشة نيابة أمن الدولة تحقق مع الدستور بتهمة إهانة الرئيس، تهمة إهانة الرئيس. هذه هي الفزاعة القادمة للصحفيين، واعتقد ان الصحفيين اقوى من تروعهم باي فزاعة او باي تهمة لا اساس لها من الصحة. من يكتب من الصحفيين يكتب لا يستهدف اي شخص، لا يوجد صحفي في خصومة مع رئيس مصر. اذا كان رئيس مصر يعمل بدافع حقيقي لمصلحة المصريين. حمدين صباحي في الصفحة الثالثة من الجمهورية بيقول لن أشارك في مليونية إسقاط الإخوان، هو حر، يجب إعطاء الرئيس فرصة لتنفيذ وعوده. ده قاله حمدين صباحي أكتر من مرة، لكن يبدو أن التغييرات الصحفية بتصر أنها تقدم ما يرضى عنه الإخوان المسلمين. ومهتمية جريدة الجمهورية في صفحة 3 بزيارة الأنبا باسانتي لجمعية الشبان المسلمين، وبيتقول تماسك الشعب أمل مصر الوحيد، والحوادث الطائفية آفة ومرض، والفضالي يطالب بدستور مدني يعبر عن جميع طوائف الشعب. وبتهتم جريدة الجمهورية بالقمة المصرية القطرية، وبتقول مرسي وحمد بحثا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، زيادة الاستثمارات القطرية في مصر بعد الاستقرار الأمني والسياسي. وبتكمل الجمهورية وبتقول إحكام الحصار على الإرهابيين بسيناء لإجبارهم على الخروج واصطيادهم، القبض على أمير تنظيم والتحقيق معه لكشف أماكن الاختباء. ونفسنا بس نشوف ونسمع ونتابع مين اللي قتل شهدائنا في المنطقة الحدودية، ونقتص لشهدائنا بضبط هؤلاء الخارجين على القانون. جريدة المصري اليوم، وفي أخبار أن أستاذ ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار سيتوجه إلى المصري اليوم بدلا من أستاذ محمد سمير،
والأخبار دي لا تزال مجرد توقعات وتكهنات، لم يتولى ياسر رزق المنصب حتى الآن. بتكمل جريدة المصري اليوم نفس العناوين اللي اهتمت بحرب تحرير سيناء. بصراحة هي حرب، يعني كأن سيناء كانت محتلة وبنحاول نحررها بمدفعية وبدبابات وبطيران وبقوات أرضية وبصواريخ ار بي جي، معرفش ده كله يعني تواجد امتى وامتى تم احتلال سيناء، ويا ترى هننجح في تحريرها ولا مش هننجح في تحريرها. بيقول الخبر الجيش يبدأ الهجوم الكبير على جبل الحلال، الدفع ب 32 دبابة ومدرعة وناقلة جنود ومصادر عسكرية، زيارة الرئيس والمشير لرفح، إشارة البدء لعملية التحرير الثاني. طيب يا رب تتحرر. واحنا عارفين مين اللي محتلها، وعارفين احتلها ازاي، وعارفين ازاي نخليه ما يرجعش تاني لسيناء. وكلمة السر هي الانفاق، ولحد دلوقتي بيقولوا في رقم متفائل انهم 1400 نفق، والتقديرات بتشير الى انهم اكتر من كده بكتير. بتكمل المصري اليوم في صفحتها الاولى وبتقول الرئيس يطالب بتقليل فترات قطع الكهرباء واعلان المواعيد للمواطنين، الحكومة توفر اعتمادات مالية لرفع قدرات التوليد واستمرار قطع الطرق احتجاجا على الأزمة. ووزارة الصحة بتقول 40 مليون جنيه خسائر المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء، ووزير الصحة بيقول لم تحدث حالة وفاة واحدة جراء الانقطاعات، والداخلية لا تتعاون بالقدر الكافي لتأمين المستشفيات. في الحقيقة كان في شائعة انتشرت على مواقع الانترنت بتشير إلى وفاة 15 طفل في إحدى الحضانات بمستشفى الشيخ زايد في مدينة أكتوبر، وتم تكذيب هذا الخبر، ووزير الصحة دكتور عبد الحميد أباظة بيأكد ده. وسط كل الأحداث المؤلمة اللي بتعيشها مصر، جمال مبارك بيقول إن استمرار الرئيس السابق مبارك، بيقول استمرار والدي في مستشفى السجن مؤامرة، ومبارك بيقول لوفد القومي لحقوق الإنسان ما عنديش شكوى. الرئيس مبارك يعني كل اللي احنا فيه ده من جراء سياسات خاطئة للرئيس مبارك، وكتير قوي بيقولوا ربنا لا يسامحه، وكتير قوي متألمين مما ندفعه في مصر ثمنا لسياسات العهد السابق. نتمنى لمصر أن تفيق من كل ذلك. في الصفحة الثالثة من المصري اليوم بتكمل تفاصيل المشهد السياسي المصري، وبتقول الوفد يتجاهل الإسلاميين في دعوته لاجتماع حول التأسيسية، وبتقول كمان قال لا يليق أن أقول هذا لكن أعداء الإسلام أخرجوني عن شعوري، مهدي عاكف. مهدي عاكف تاني وتالت ورابع، مهدي عاكف بيكرر وبيقول الكلمة السخيفة جدا، طز في كل من لا يقبل الحكم الإسلامي، قالها في برنامج تلفزيوني شهير، وردا على طز اللي قالها قبل كده هو لما قال طز في مصر. مهدي عاكف قال طز في مصر لما بيسألوه عن مصر ولا الجماعة وانتمائك لمين، وقال حاجات كتير قوي، أفضل حاكم مسلم ماليزي على حاكم مصري قبطي إلى آخره من تصريحاته التي أقل ما يقال عنها أن تصريحات بعيدة تماما
عن الوطنية، بعيدة تماما عن مراعاة شعور المصريين، ومن يعادي المصريين يدفع ثمن ذلك الكثير والكثير. وربنا يحمي مصر من كل من يعملون بعيدا عن مصلحة مصر. بتكمل جريدة المصر اليوم بتقول: النيابة تستمع لأقوال مقدمي البلاغات ضد عكاشة وأنصاره يتظاهرون، ومعتصموا قصر الاتحادية يحررون بلاغات ضد مرسي ومسؤول أمني لن نسمح بالاعتصام، وأهالي صفت اللبن يقطعون الكورنيش بسبب استمرار انقطاع المياه، واتهامات لمحافظ الجيزة ورئيس شركة المياه بالكذب. وفي صفحة 4 بتؤكد جريدة المصر اليوم ان هناك تعزيزات اضافية لسيناء، ومصادر بتقول زيارة الرئيس والمشير لرفح اشارة لبدء الهجوم وارتفاع عدد الانفاق المدمرة الى 17، ومصدر عسكري نخوض حربا شرسة من اجل التحرير الثاني لسيناء. وفي الحقيقة عاملة جريدة مصر اليوم ملف جيد جدا عن رصد خريطة الجماعات الإسلامية في سيناء، وبتقول جهادية وسلفية وخلايا نائمة تنتظر الأمر. ومن أهم الحاجات اللي قايلاها عن هذه الجماعات الموجودة في سيناء، والصورة موجودة أمام حضراتكم على الشاشة، والملف مفروض صفحة 8 و9، بيقول: وسط سيناء قبضة أمنية خانقة ومخاوف من حملات اعتقال عشوائية. والجماعات الإسلامية في سيناء بدأت في الثمانينات وتلقت ضربات من الصوفيين في التسعينات، وعبد القادر سويلم العنف الصوفي تسبب في رواج الأفكار التكفيرية، وتعذيب أمن الدولة في 2004 ساهم في تأصيل العنف. وسعيد عتيق بيؤكد أن أحداث رفح بمثابة استعدادات ما قبل الإمارة الإسلامية في سيناء. ربنا يستر على سيناء، وربنا يستر على القاهرة. في صفحة 10 الفقيه الدستوري دكتور إبراهيم درويش في حوار مهم جدا أجريته معاه الزميلة رانيا بدوي، بيقول إبراهيم درويش: مرسي ورئيس حكومته لا يمتلكان أي رؤية، والوزراء الجدد عمال ينفذون مشروع الإخوان. الجماعة ستنجح في الاستحواذ على الدولة، لكنها لن تنهض بالبلد لافتقادها الكفاءات. انقلاب الجيش على الإخوان في 54 يتكرر الآن، والرئيس لن يكمل مدته إطلاقا. الإعداد لحكم الإسلاميين بعلم الأمريكان تم منذ زمن طويل قبل الثورة، وكنت شاهدا على أحد وقائعه. المجلس العسكري سيلجأ إلى الدستورية إذا تعارضت بنود الدستور مع الأمن القومي أو الإعلان المكمل. وبيكمل دكتور إبراهيم درويش تصريحاته الهامة جدا، وبيقول: الجمعية التأسيسية باطلة، والدستور الجديد ميثاق شرف بين الجماعات الإسلامية، ومبارك خالف قانون الدستورية العليا لتمرير التوريث، والعسكري أعاد المحكمة لأهلها. وبيقول: قابلت عمر سليمان يوم 26 يناير وطلب تعديل 8 مواد بالدستور فرفضت، وهي نفس المواد التي قبلها البشري. وفي كمان حوار مهم جدا في المصري اليوم مع الكاتب جهاد الخازن، ولما يتكلم جهاد الخازن كلنا نسمع له، لأن هذا الرجل له قيمته الإعلامية الكبيرة. بيقول جهاد الخازن أنه قابل عمر سليمان
وعمر سليمان قال له ان العسكري تعامل مع الاخوان لتجنب تحريك الشارع ضده، وانه بيعتبر وصول الجماعة الى الحكم كارثة وتوقع انقلابا عسكريا، ده عمر سليمان. وقال ان قطر دعمت مجموعات شبابية في بداية الثورة، واخوان مصر ارسلوا اموالا الى اخوان السعودية. وبيكمل وبيقول ان عمر سليمان لم يثق في حماس لانها خرجت من الاخوان، لكنه حاول مساعدة الفلسطينيين، وكان عمر سليمان يتفق مع مبارك في كل مواقفه ما عدا التوريث، وليس صحيحا انه تآمر عليه. جريدة التحرير في صفحتها الاولى بتؤكد ان الاخوان المسلمين بيخشون حقا من 24 اغسطس والدعوة الى ثورة جديدة لازاحة الاخوان المسلمين عن حكم مصر. وبتقول في منشطها الرئيسي: لماذا يخشى الاخوان المسلمون من 24 اغسطس؟ شباب الجماعة يعيدون نشر صور ميليشيات الازهر لاستعراض قوتهم وتحذير المعارضين. عبد المعز يتكلم لاول مرة عن هروب الامريكان: الاخوان حاربوني عشان ما بقاش وزير عدل. وماذا يقول الرئيس في طز عاكف الجديدة؟ ده سؤال بتطرحه جريدة التحرير. وبالفعل ماذا يقول الرئيس مرسي في الكلام غير المسؤول للمرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف؟ وبتكمل التحرير عناوينها وبتقول: خطاب من مدير المخابرات الجديد يؤكد إتلاف كاميرات المخابرات أثناء الثورة. مبارك وطنطاوي مد خدمة رأفت شحاتة مرتين وتوقيعه على رسالة الإتلاف التي أرسلها النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجري، جاء في 16 مارس 2011. وبتتساءل التحرير: إلى من أرسل مراد موافي معلوماته، مرسي أم طنطاوي؟ وصحفي سيناء يستنكرون التعتيم الإعلامي على ما يحدث في رفح. التلفزيون المصري وكالات أعلنت مقتل 20 مسلحا في جبل الحلال والصحة تنفي، والشارع بيسخر من قطنيل قنديل، والشباب المصري يتندر على تصريحات رئيس الوزراء عن حل أزمة الكهرباء بارتداء الملابس القطنية والتجمع في غرفة واحدة. في حاجات كتير سياسية وحاجات كتير مفروض نقرأها، لكن للأسف الوقت كالعادة بيحكمنا، وبنطالب ان الوقت يزيد او احنا نقلل اخبارنا، لكن الاحداث فعلا كل يوم بتبقى اكتر من وقت البرنامج. لو جينا نبص على اهم رسوم الكاريكاتير اللي جت في الصحافة المصرية في صفحة 8 في جريدة الدستور: مواطن مصري غلبان بيفتح الباب بتاعه بيلاقي محصل الكهرباء واقف له كده، هو بيقول له: انت دفعت فاتورة الكهرباء المقطوعة، طب فين فاتورة الزبالة؟ فعلا والله يعني اللي اختشوا ماتوا في ظل انقطاع التيار الكهربائي، بندفع فواتير كهرباء غير معقولة، وناقص كمان ان يقولوا لنا فين فواتير الزبالة اللي مالية شوارع مصر. في الجمهورية كمان في كاريكاتير جميل قوي، اتنين مصريين مغميين عيونهم، واحد فيهم بيقول للتاني، بيقول له: انا مش شايف فتنة، والتاني بيقول له:
ولا أنا شايف أي احتقان. هما الاتنين بالفعل مغميين عيونهم ومش شايفين اللي بيحصل في المجتمع المصري. وعاوز أقول لكم في حكاية كده هو عمالة الصحافة تحوم حواليها وما نعرفش إيه صحتها. في خطابات تهديد وصلت لبعض المكتبات المسيحية بتطالبها برفع بعض التماثيل للسيدة العذراء أو بعض القديسين بحجة إن دي تماثيل. والخطابات التهديد دي هم لحد دلوقتي الأمن مش عارف يوصل لمين أرسلها. لا الأمن أعتقد إنه بسهولة كبيرة قوي يعرف مين اللي أرسلها. وإحنا بنحذر أهو قبل ما تحصل أي حاجة في أي مكتبة ونفاجأ بيها أو نقول أصل ده حصل فجأة أصل إحنا مكناش نعرف. لا دينا بنقول أهو إن في خطابات تهديد وصلت لبعض المكتبات المسيحية والخطابات دي بتطالب برفع التماثيل والخطابات دي مفروض يتحقق فيها ويتجاب الناس دي. واعتقد ان ده جزء من حرية العقيدة اللي بنص عليها الدستور في مادته الاولى مش المادة التانية. كاريكاتير في جريدة المصر اليوم صفحة 17 هتلر كرمز للديكتاتورية موجود اتنين هتلر النظام السابق والنظام الحالي الفرق بس قليل من الشعيرات في الذقن لكن النظام السابق لا يختلف عن النظام الحالي سوى في هذه الشعيرات في الذقن. وكاريكاتير آخر صفحة 19 في المصر اليوم له دلالة كبيرة قوي بحكم ما يتعرض له الإعلاميين. الإعلامي قاعد بيقرأ نشرة الأخبار وفي مسدس في نافوخه وبحكم المسدس والترهيب اللي بيتعرض ليه الإعلاميين فالمذيع بيقول ونحيط سيادتكم علما أن الكهرباء ما بتقطعش والأمن مستتب والشوارع نظيفة والمية نازلة ترخ ترخ من الحنفية. وإحنا بنكمل على كل ده ونقول والحمد لله لا يوجد شاب واحد عاطل والمستشفيات بتاعتنا كلها بتستقبل الناس بكل راحة والدنيا ماشية زي الفل. من المقالات اللي تستحق المتابعة أيضا إبراهيم السايح في الدستور صفحة 4 بيتكلم عن الأعمدة البيضاء في الصحافة المصرية اللي صدرت يوم الخميس وبيكمل في مقاله وبيقول ده ألن تحترق البلاد بأكملها تحت وطأة حرب حمقاء من هذا النوع؟ ألن تتحول مصر كلها إلى بلد أحمق غاية الغباء والضحالة ويزعمون الدفاع عن مدنية الدولة؟ هل الدولة مدنية معناها ضرب رئيس الوزراء؟ هل الدولة المدنية معناها شتيمة؟ كانت مهما كانت درجة الاختلاف أي شخص عاقل يرفض الدولة الدينية بالضرورة ولكنه يرفض أيضا تحويل الوطن إلى مسخرة نتبادل فيها الشتائم والاتهامات والضرب بالجزم. أفيقوا يرحمكم الله إن كان الإخوان شياطين فالبعض ليسوا ملائكة. وفي جريدة الجمهورية صفحة 12 في مقال للزميل أيمن نصر الله بيقول في بعد أحداث رفح طفح الكيل وبيقول في مقاله الوضع أصبح خطيرا للغاية ودماء شهدائنا التي سالت في رفح جعلت الكيل فاض وطفح ولم نعد نطيق صبرا على ما نمارسه نحن المصريين من عبث واستهتار واستهبال وفر مناخا مثاليا للجناه ليقوموا بجريمتهم دون خوف. في الآخر بيقول أيمن نصر الله كنت أتمنى أن تفعل مصر كما فعلت إسرائيل وتحذر رعاياها وتطلب منهم مغادرة سيناء
فورا، لأن الوضع كان ولا يزال في سيناء خطير وخطير حقا. كالعادة احنا بنحب ان احنا رغم كل الألم ورغم كل الأحداث الساخنة نقرأ لكم تويت وجبنا من خفة دم المصريين في التعامل مع كل حدث، مع كل حاجة. يعني كثرة الهم يضحك أكثر مما يبكي. ففي تويت هنا هو في مواطن باعت بيسأل في جريدة التحرير صفحة أولى، أعتقد أنها معانا، بيقول سؤال مهم لهشام أنديل رئيس الوزراء: هو ينفع اللي لابسين قطن أبيض يقعدوا مع اللي لابسين قطن ألوان في نفس الأوضة، ولا كده هيبهتوا على بعض؟ أرجو الرد. وتويتة تانية بتقول: نخاف نشتكي لهشام أنديل من الصرف الصحي، لحسن ينصحنا نلبس بامبرز لتخفيف الضغط على المجاري. فعلا يعني خفة دم المصريين في كل الأزمات وفي كل البلاوي بتهزم الأحداث مهما كانت مأساتها ومهما كانت دراميتها. نتمنى ان بكرة نجيلكوا في استوديو الصحافة ومعانا اخبار عن مصر افضل، مصر اجمل. نلتقي غدا وحلقة جديدة من استوديو الصحافة. اشكركم.